السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. وصفة اليوم عبارة على فطائر بالحليب بدون اختمار وبدون فرن، بحشوة اللي هي اقتصادية جدا وسهل في التحضير. على بركة الله ندوزو المقادير. كنحتاجو أصفر بيضة، كنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزيت نباتية، عندنا كأس ديال الحليب، وعندنا معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، الملح، وعندنا معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة أي سكر خشين، وعندنا الدقيق الابيض حسب الخليط، عندنا جوج بواطات ديال الطون، وعندنا فرماج، وعندنا مرتديله. غندوزو باش نحضروا. غادي نوضعوا اول حاجه الحليب، وغادي نوضعوا معاه الملح والسكر سنيده واصفر بيضه، وغادي نخلطوا الكل حتى يندمج لينا الخليط. غادي نخلطو مزيان، وغادي نزيدو الدقيق الابيض، وغادي نزيدو الخميره ديال الحلوى والزيت، وغادي نخلطو المكونات حتى يندمجوا لينا مع بعضياتها. حنا كنخلطو، غادي نبقاو نزيدو الدقيق الابيض تدريجيا حتى كنحصلو على عجينه كتكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه. مجموعة العجينة ديالي حصلنا على عجينة لينة. غادي ندلكو العجينة ديالنا 5 دقائق. دلكناها كما كتشوفوا، انا مخليتها لا ترتاح لا حتى شي حاجة. غادا نشكلوها حربول، وغادا نبداو نقطعوها قطع متساوية. نقطعوها قطع متساوية، قطعناها قطع متساوية. دابا غادا نشكلوها كويرات. مشكلناهم كويرات مباشرة، غادي ندوزو باش نطلقوها او نبسطوها. انا رشيت الدقيق الابيض باش ما تلصقش لينا العجينة ديالنا. غادي نبقى مستمرة حتى نبسطها. انا كنبسط وكنشوفها الا بدات كتلصق ليا كنرش الدقيق الابيض غير شوية، ماشي بزاف. بسطناها، غادا نوضعو الطون، وغادا نوضعو فوق منو الفرماج مقطع او محكوك، وغادا نوضعو كاشير اي مرتديله تكون مقطعه مربعات او محكوكه. نوضعو الماء في الجوانب، وغادا ناخدو الطرف الاولاني وغادا نسدو به الحشوه. وحنا كنسدو كنضغطو على الجوانب باش ما تخرجش لينا الحشوه ديالنا ملي نبداو نطيبوها. صافي، غادي نضغطو مزيان. غادي نجيبو قطاعه ديال البيتزا او موس، وغادي نبداو نقطعوها. وكنحصلو على هاد الفطائر على هاد الشكل، الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. بعد ما طلقت العجينة غادا نوضعو الحشوة. غادا نوضعو أول حاجة الطون، وغادا نوضعو الفرماج محكوك أو مربعات، وغادا نزيدو فوق منو كاشير. الحشوة لكم الاختيار، اللي بغيتو ديروه ديروه. أنا فضلت هاد الحشوة، كتجي سهلة واقتصادية في نفس الوقت وكتجي بنينة. غادا ناخدو الماء وغادا نوضعوه في جوانب ديال العجينة. غادا ناخد الطرف الاول وغادا نبداو نسدو به الحشوة، وكنضغطو مزيان الجوانب باش ما تخرجش لينا الحشوة ديالنا ملي نبغيو نطيبوها. غنضغطو مزيان
وغدا ناخدو قطعة ديال بيتزا أو موس وغدا نقطعوه. على هذا الشكل للفطائر، طريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة، غنبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نكمل. كما كملنا دابا غادي ندوزو باش نطيبوه. نطيبو الفطائر ديالنا غير في المقلة، انا خليتها حتى سخنت ونقصت عليها البوطة ودهنتها بقليل من الزيت، وغادي نحطو الفطائر ديالنا. وضعو الفطائر الثانية وغادي نقلب الاولى، ما كنخليهمش حتى كيحمروا لينا من التحت مزيان بزاف، غير كيشدو في راسهم شوية صافي وكنقلبوه. حتى الثانية غادي نقلبها وغادي نبقى القلب فيهم مرة مرة. صافي غدا نخليهم حتى كيودو لينا. كما كتشوفو انا وضعتهم على جوانب باش ما يبقاوش لينا خضرين، وغدا نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى يوجدو لينا جميع الفطائر ديالنا، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالهم. الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كيجيونا رائعين وكيجيونا لذاد وسهلين في التحضير، ما كيشدوش لينا الوقت بزاف، والحشوه اللي هي اقتصاديه. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.